النهاردة السيشن بتاعتنا وانا هحاول اعمل برزنتيشن بشكل سريع للغاية مستعملا هذه الشاشة عن مشروع لبناء ارشيف اونلاين اسمه المؤقت والعملي دلوقتي موزايك، وهو ارشيف عن باختصار مخل وممكن نتكلم بالتفصيل بعدين عن الربيع العربي. لو عايزين التحديد الأطول هو عن كل التحركات الجماعية على الصعيدين الاجتماعي والسياسي من أجل التغيير، فخلينا في الربيع العربي أحسن، يعني أوضح وأسهل وأقصر وكده. مشروع موزايك بدأ من من وأنا كنت بخلص كتاب في 2016-2017 مع 16 باحث من المنطقة، لما اكتشفت أنه تقريباً نص المراجع بتاعتهم والمصادر الـ URLs يعني broken مش موجودة، وطبعاً يعني ممكن الناس تستهبل في 10%، لكن لما 50% يبقوا مش موجودين يبقى في مشكلة رئيسية. ودي كانت بداية كمان 16-17 بداية الخناقات من أول اليمن وسوريا ومصر وليبيا على أنه لا 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 في مارس 2012 دول اللي خرجوا الأول، لا الشرطة اللي ضربت، لا إحنا اللي ضربنا أول مولوتوف، اتسترا اتسترا. فبدأت خناقات على وقائع كانت بالنسبة لناس كتير مننا وقائع إحنا عشناها يعني وعدينا فيها وكده، وما كانش كفاية أنه أي حد يدعي بس أنه هو عنده حقيقة ما جرى يعني. ومن هنا بدأت فكرة الأرشيف، لأنه الأسباب العملية لده كان فيه أسباب تجارية أسباب سياسية. أولها مثلا أسباب سياسية زي أنه دولة ما تشتري جورنان أو تلفزيون وتقفل الأرشيف، وبالتالي أنت مش قادرة تشوفي البرنامج اللي كان في 2012 اللي بيتكلم فيه شهود العيان عن اللي حصل، أو أنه a private sector company شركة قطاع خاص تخلي الأرشيف ورا لازم يندفع له، ده حاجة تانية. الحاجة التالتة أنه يحصل تغيير في النظام التجاري، أنه مثلا فليكر بدل ما هو بيدي كل واحد 2 جيجا بايت يقرر فجأة أنه هيبقى صورك 500 كيلو بايت وقدامك شهرين، يتشيل الصور من فليكر أو تخزنيهم يروحوا الصور للأبد، أو أنه يوتيوب يحذف صور لأنه ما عادش الشخص بيدفع أو الناس تبطل تدفع. يعني حد عامل موقع وحاطط عليه كميات ضخمة من الصور والفيديوهات وانه يبطل يدفعها، ومن هنا جت فكرة ان احنا نعمل ارشيف. طبعا كلنا لما بنبدأ افكار عظيمة جدا وضخمة، احنا هنارشف كل حاجة في الدنيا عن كل حاجة حصلت في الربيع العربي ان شاء الله، طبعا بتكتشف ان ده جنون يعني، وانك مش لازم بس تحدد نطاق الزمني نطاق الفعل، ما يسمح بدخوله وما لا يسمح بدخوله، وعلى أي أساس المواد سيحدد مصداقيتها. وهتبدأ بدل ما أنت في أحلامك العظيمة عايز تعمل 7 دول فتبدأ بدولة واحدة إلى آخره يعني. فالفكرة الأساسية كانت إن إحنا نعمل حاجتين رئيسيتين، ان احنا نعمل مجموعة ضخمة بناء على معايير هتكلم عنها بسرعة بعدين من digitized documents يعني وثائق، فيديو images audio ونصوص، سواء نصوص مقروءة كحروف او نصوص كimage، وممكن نتكلم بعد كده في الفرق. وطبعا لادراك انه احنا في دول وفي منطقة التوثيق فيها بوثائق تحفظ في مكان ما مش أفضل ممارسة، وحتى لو حفظت ما فيش أكسس، فكان لازم علشان نكمل ده نعمل الجزء الثاني اللي هو الكوليكشن اوف اورال هيستوري بروجكت، سو اورال هيستوري من ناس كي انفورمنس او مخبرين رئيسيين اذا جاز التعبير، او اورال هيستوري من الاطراف والمهمشين اللي هم في العاده ما لهمش صوت في كتابه التاريخ. إضافة للجزء الأولاني نمرة 1 اللي هو الكوليكشن الضخمة من الوثائق، كلنا عارفين الحقيقة أنه الناس اللي بتنزل الأرشيف في الآخر هم أقلية، باحث، صحفي، حد عايز يعمل كتاب، لكن محدش بيروح المتحف المصري في ميدان التحرير في القاهرة عشان ينزل المخزن تحت، أصلاً هيزهق بعد دقيقتين ومش هيفهم هو بيشوف إيه ومش هيعرف يعني، اللي بينزل الأركيولوجيست أو الإيجيبتولوجيست، الناس كلها بتروح المتحف فوق اللي هو عبارة المتحف الحقيقة هو سردية للمخزن وسردية قصدية يعني،
يعني سواء هتشوف مجموعة توت عنخ آمون، هتشوف تماثيل الأسرة الرابعة إلخ إلخ. فكانت الفكرة أنه نمرة ثلاثة بعد ما هنعمل المرقم أو المخزن أو الديجيتال كوليكشن في الأرشيف، أن احنا كمان هنعمل متحف يكون فيه إكزيبيشنز عن تيمات معينة، وأنه بعد كده نتفادى اللي حصل لناس عملت مشروعات عظيمة جدا في مصر وفي المنطقة العربية. في تقريبا ما لا يقل عن 26 مشروع احنا بصينا عليهم لبناء ارشيفات من مصورين ومش مسموع، وفي حاجات كتيرة جدا اتعملت. بس كان التحدي الرئيسي بالنسبة لها انك تعمل مشروع وبعدين ما تعملش اوتريتش للناس او ما تعملش كراود سورسنج من الناس، وبالتالي الناس هيبقى تعاملها مع المشروع زي بالضبط الحقيقة تعاملها مع المتحف، انها ممكن تزوره وقت ما تحب بس هي لا تملكه يعني، يعني ولا يعني لها الكثير. ده الجمهور اللي اتكلمت عليه اللي ممكن بالنسبة لنا نعتقد انه هينزل للأرشيف، اللي هو الصحفيين الريسيرشرز وهذه المجموعة الغير موجودة في بلدنا قوي اللي هم باحث السياسات العامة. وبالنسبة للمتحف كان تركيزنا الرئيسي انه في جزء من الناس اللي كان عندهم من 5 لـ10 سنين في 2011 ودلوقتي بقوا من 17 لـ22 سنة لابد تكتذبهم من المتحف ده لو انت شايف ان المتحف والارشيف ده يبقى لهم دور سياسي واجتماعي. طيب يبقى اذا احنا عندنا عنصرين رئيسيين، عندنا جزء الوثائق وجزء التاريخ الشفهي. جزء المتعلق بالوثائق، وهبدأ أخش بقى في المسائل التقنية شوية شوية، يعني كانت إزاي إن إحنا نجمع في هذا الجزء المجموعة الكاملة من الوثائق، ونستعمل Document Management System أو نظام لإدارة الوثائق في الجزء ده. في جزء مش هتكلم عليه بسرعة اللي هو الفلترز، يعني ماذا نجمع وماذا لا نجمع، وممكن أتكلم على ده أكتر في المناقشة يعني. لكن كان الغرض الأساسي أن يكون لأي وثيقة بنجمعها علاقة بالعمل الجماعي على صعيد سياسي من أجل تغيير الأوضاع. فده ممكن يشمل مثلا مجموعة كل التيشيرتات اللي طلعت في مصر وعليها شعارات سياسية، ممكن يشمل كل الباتنز او الزراير اللي بتتعمل، ممكن يشمل كل الجرافيتي، ممكن يشمل كل المجموعات الروائيه او اسامي الافلام اللي نزلت، ممكن يشمل عدد ممثل من المظاهرات اللي تمت في كل الاقاليم في الفتره من كذا لكذا الى اخره يعني. الاولويه طبعا كانت للماده المهدده بالضياع، ودي في تفصيل ليها يعني ماده مهدده بالضياع. تاني أولوية إن إحنا عملنا جدول زمني تفصيلي يوم بيوم من 2010 لـ2020 في ماذا حدث في كل يوم، وبالتالي أنا لو بقول إنه أهم حدث مثلا في 11 مارس 2011 كان مظاهرات وليكن في المنيا ضد محافظ جديد، يبقى أنا محتاج في الوثائق أوثق هذه المظاهرات بشتى الأشكال، ووثائق أولية يعني مش مجرد التغطية الصحفية. أنا أقل حاجة أهمية عندي التغطية الصحفية. لما بدأنا نلم في ده كان لازم أهم حاجة نبدأ بالنسبة للناس المهتمة أكتر بالإنفراستراكشر التقني، يعني اللي هو إيه الداتا مانجمنت سيستم اللي هنستعمله. وعدينا على 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 حاجات كتير من أوازي للناس المهتمة بالحاجات دي، أوازي لبندورة لساند بوكس وحدة نظم، مستقرين على أوميكا إس في الآخر. وممكن نشرح بيني أنا وأحمد اللي يتكلم أكتر عن الجزء التقني ليه اخترنا أوميكا إس. بس كان بالنسبة لنا الحقيقة لأنه كان أهم ستاندرد شفناه بيغطي أرشيف بشكل كويس كان الدبلن كور ستاندردز، والدبلن كور ستاندردز احسن نظام بيشتغل عليها بالنسبه لنا اللي احنا شفناه كان الاوميكا اس. زائد ان انا لما عملنا مسح للسيستمز اللي اتعملت في المنطقه والسيستمز اللي اتعملت بره المنطقه، يعني كان منها مثلا ارشيف في كوسوفو وفي البوسنه، واحد كان عن الهولوكوست في الولايات المتحده، كلهم كانوا يفضلوا اوميكا اس. المهم يعني فاخترنا اوميكا اس ك ك ك كسيستم علشان نشتغل عليه. عملنا الداتا ستراكشر، عيننا تيم، عملنا قواعد ايه اللي يقبل وايه اللي يقبل، نعرف منين ده مش فوتوشوب ده ولا لا، ده 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 كل هذه التفاصيل المختلفه.
أنا في فيديو صغير مش طويل عامله صديقي اللي ماسك جزء الارتيفاكتس، فأنا عايز الحقيقة ترى. وطبعا أنا مش بشوف بالنظارة. أوكي This is the video. ده الفيديو عن طبعا بالإنجليزي للأسف، بس ده الباك إند، ده الباك إند بتاع الأرتيفاكتس. And in this way, we make a network between these objects in order to give different perspectives. And the أسم بالفاعلين أو الأكتس، متأسم بالأماكن، بالتايبس، بالأحداث، بحيث بالمواقع الجغرافيين. All the users can go to an actor and see all the related items at work. ده برضو لسه في الباك اند، يعني فمثلا دي قائمه بكل الوسائل، نقول ان احنا عندنا 250 وثيقه، لكن عندنا اكثر من كده طبعا. هو بيحاول يوري كل وثيقه الميتا داتا، الميتا داتا بتاعتها ايه. فمثلا دي كلها بالنسبه للصور، الجزء ده كان بالنسبه للصور، كل السكشن ده حد داخل يدور بس على ايمجز، على صور. لو اخذنا صوره منهم زي دي متظاهرين في الديوان، دي الماده اللي هتبقى عندها، هيبقى في ملخص ليها، هيبقى في نوع الماده، هيبقى في تاجز بتاعتها، صاحب الماده في الحاله دي الصوره دي لحسام الحمداوي، تاريخ الصوره، اللغه، الجيولوكيشن بتاعها، فين الصوره حصلت. We have the author, we have the date, but also we have all the related actors here. زائد انه ممكن يكون في related items، يعني لو انت بتتكلمي على حلوان، في كل الحاجات المتصله مثلا بحلوان او متصله بحسام الحمداوي، you can jump from here. By the worker, and with 18 days. Also part of that. And then you can click on any of that and see what. او مثلا انه الاشخاص والمؤسسات المتعلقين بها، الشركه المصريه للاتصالات مثلا متصله، ممكن تحفظ يعني لو انت قاعد تعمل ريسيرش طلع قرار انك تروح على الجزء ده. فدول مثلا كل الحاجات اللي عندي، بس بما ان انا بس داخل على صور، فمش هيطلع لي هنا لا الفيديوهات ولا التكست ولا النصوص ولا الموضوعات. هي كمان جزء من اول 18 يوم، يعني مجموعه اسمها اول 18 يوم، فممكن يروح على اول 18 يوم الثوره النصريه. دي بس الميتا داتا بتاعه وثيقه واحده اللي هي الصوره دي. ويقدر يستراكت الكلام ده بـ CSV او جيسون او اي ان كان، او الايتم ست بحيث انه يقدر يطلعها. وطبعا كمان غير انه في عذرا ممكن يعمل سيرشات يا اما بالفاعلين الرئيسيين او بالاماكن الرئيسيه اللي حصلت فيها الاحداث، او بالمصادر زي قناه الجزيره، تويتر، فنعمل سكريلينج لاكونتس كتير على تويتر وفيسبوك، بحيث كمان يتم الاحتفاظ بيها. If you look at the events, you will find that we have much larger set of events. This is because we have a large timeline that we developed of the 10 years. لما بقول قائمة بكل الأحداث، زي ما قلت لكم احنا عاملين تايم لاين أو جدول زمني من النقطة دي لغاية 2020، وإنه في كل يوم في أحداث، فكل حدث محطوط على الجدول الزمني لازم يكون له مظاهر في الأرشيف. But I also want to show you an example of how you can use the data set. So for example, let's ده نموذج على البحث. Search and assume that someone is writing a research on how Mubarak was mentioned. حد مثلا عايز يعمل سيرش على كل النفر او الانفات اللي كان عليها اسم مبارك.
فترة زمنية معينة في الشارع. And you want to make a scene about the signs that especially mentioned Mubarak during the 18 days inside Tahrir. This is like very specific. You can do that here. We will make the search much easier. We will translate it and we will limit it to only the properties that you need to search. But for now, it's a bit, there's a bit of choices that you need to make. So, for example, we need to find photos, so we need the class. مثلا انت عايز تركز على صور اللافتات بس. And the, we needed to reference مبارك. ويكون الصورة فيها كلمة مبارك. We needed to be, we need the type to have at least لافتات, which is signs. And we need to be during the 18 days. So we need the temporal coverage. Translated data to contain 18 days. هو قرر يعمل سيرش كان مش 13 يوم او انت عايزها في 2013 يمكن 14 زي ما انت عايز. فهنا هتجي لك مثلا كل اللافتات اللي كانت موجوده في شكل الصور تحمل اسم مبارك من 25 يناير ل 13 فبراير. طبعا ممكن تقيسه ده على اي حاجه ثانيه عايز تعمل عليها سيرش على الاب تاني. وطبعا كل واحدة منهم فيها كل الميتا داتا ولازم منها مثلا لو عايز تدور عن كل محمد حسني مبارك. And this website also serves as a sort of an infrastructure as a base. وانا قلت هيبقى في مدخلين في الارشيف كمان او كمان هيبقى في المتحف الخريطه والجدول اللي بيستعمل فيها. حد عايز يعمل سيرش على علاقه الحي عابدين في المنيا او علاقه مدينه المنيا اللي حصل فممكن يخش يبدا من المنيا وبعدين يتسابق الزمن وممكن بعد كده يعمل سيرش مختلفه. وطبعا محتاجين نخليها خريطه تفاعليه مش تفاعليه بس كده بس object that shows the timeline with the map. So using the temporal. أنا هقف هنا وأرجع تاني لل. Here you can, for example, browse using locations. So just clicking on these locations and browsing the content that it has. And also, when you are talking كده ده عشان كمان الصوت واطي. لو نرجع على الباوربوينت يبقى عظيم. هذه السورس بيرفكت. اوكي الجزء الثاني بقى الكبير اللي اتكلمت عليه في الاول اللي هو الاوريجن ستوري او التاريخ الشفهي. كل اللي فات ده كان وثائق يعني حاجات ماتيريال يعني صور ديجيتال في الاصل زي الصور او حاجات انا عملها ديجيتاليزيشن. كل اعداد الحريه والعداله اللي جت لي وكان مسلمين كل التيشيرتات اللي اتكلمت عنها كل الباتنس لكن في حاجات اصلها ديجيتال. الجزء الثاني هو الاورال هيستوري اللي هو هنعمل مقابلات ونعملها مع مين وليه وازاي. دي النقاشات الطويله اللي اتعملت كان في ثلاث خطوات. احنا اوريدي بدانا نعمل المقابلات بدات بالاختيار لسته المقابلات هنقابل مين وليه وهنساله عن ايه وهنمضي ايه كونسنت فورم معاه. في شخص ممكن يتكلم معاك دلوقتي مش عايز المقابله تظهر الا بوست هيومسلي يعني بعد الموت. واحد يقول لك كمان خمس سنين واحد يقول لك ما تمشوهاش الا لما اقول لك زي اخر مقابله عملتها من يومين. في حد يقول لك ثلاث سنين في ناس يقول لك انشوها دلوقتي انا ما عنديش مشكله لاي سبب يعني. طبعا في مقابل تفريعات جوه ده ان ممكن حد جوه المقابله يسمع اسماء اشخاص اخرين. الجزء بتاع تأمين الأشخاص جوه المقابلات وكده في بروتوكول احنا اشتغلنا عليه هذه الايام. فأول جزء كان مسألة how to conduct الانترفيوز وبعدين تحديد لسه الانترفيوز اللي كان جزء منها نتيجة ورشتين عمل عملناهم تقريبا مع 40 شخص علشان نقول لقبل مين؟ اتفضل الميكروفون. أه
علشان نشوف نقابل مين من الناس اللي محتاجين نقابلهم. واجان زي ما قلت في الاول من اول الكي انفورمنتس يعني الناس اللي كانوا بيعملوا الهاي بوليتكس فوق عشان نسمع الحكايات عن العلاقات بالمجلس العسكري والاخوان لغايه الناس اللي تحت خالص اللي طلعت في المطريه وفي السويس وفي المنيا وعلاقتها بالثوره من اول مشاعرها واحاسيسها لغايه الوقائع. احنا مركزين اكتر على الوقائع يعني ماذا جرى علشان يبقى مفيد بالنسبه للريسيرشز. وطبعا علشان احنا عندنا مشكله ان ما عندناش لغايه دلوقتي الاو سي ار سيستمز الاوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن بقى كويس قوي, فممكن الواحد يخش ولو دفع فلوس يعني نعم كاركتر ريكوجنيشن انك تدخل جنان الاهرام فيطلع لك نص فيبقى يمكن البحث فيه بدل ما يبقى ايمج فيستحيل البحث فيه. فده بقى موجود كويس الحقيقه يعني لو هتدفع هتعمل شغل كويس جدا فيه. اللي مش موجود كويس الفي سي ار الفويس ريكوجنيشن لسه الحاجات دي مش موجوده, مش بس علشان يمكن بالفصحى في شويه سيستمز بس بالعاميه مفيش سيستم كويسه. الجزء الثاني ان احنا ما كناش عايزين ابدا نبدا من سكراتش. في ناس عملت مشاريع كويسه في الاورال هيستوري واحنا تقريبا اتفقنا مع الاثنين او الثلاثه اللي عملوا احسن مشاريع ازاي ان احنا ممكن نستعمل الماده بتاعه بعض. في الاخر الماده دي كلها مش بروبريتوري يعني مش هنحتفظ بيها لنفسنا, هتبقى متاحه اونلاين ومجانا. انا هجري بسرعه عشان حاسس ان طولت قوي. فعلشان مش هنعمل ترانسكريبشن ومش هنعمل مفيش ريكوجنيشن يعني مفيش حدا تاخد الصوت وتحوله لنص, وانا مش ناوي وانا معايا فلوس احول مقابلات بعضها وصل لتسع ساعات لنصوص, بنعمل اندكسنج على نظام اسمه OHMS. الاندكسنج وهوري لكم منه انا مثلا مش هعمل فيديو تاني بعد اللي عملناه, بس الاندكسنج كان في فيديو تاني عن الاندكسنج يعني اللي هو بيبقى في المقابله كلها تقريبا في ما لا يقل عن 30 40 تاج. فمثلا انت لو قلتي مظاهرات جامعه قتل هيودي لك الاربع انترفيوز اللي بيتكلم فيهم سواء طالب في الجامعه او استاذ في الجامعه او باحث بيتكلم في النقطه دي في الدقيقتين او الثلاثه اللي بعد عن المظاهرات اللي حصلت في الجامعه وادت لقتل. فاحنا عاملين اندكسنج سيستم للانترفيوز بحيث الواحد يقدر يعمل سيرش في الاورال هيستوري سيكشن. طيب فده كله على بعض الجزء الثاني, وانا هحرم مدير السيكشن ده من الفيديو اللي بعته لي بما انه مساله صعبه نقعد نعمل فيديوز. اخر حاجه بقى اللي هو الانفراستراكشر اللي تحت ده كله اللي هو الاي تي. وهنا ممكن ادي الميكروفون لصديقي اتفضل. ايه رايك في الكنافه دي؟ يعني انا طيب يعني المفروض ان انا اشرح الكنافه دي وانا اللي عاملها اكشلي. ف ده الانفراستراكشر سيستم اللي هو مقوم كل الكلام اللي انتوا شفتوه ده. هحاول اعبر عليه بسرعه شديده لان انا عارف ان اغلب الناس اللي انا مش هتبقى مهتميه بيه قوي. هو باختصار ده التيم بتاع الموزايك تمام. فاحنا عندنا في فصل كامل ما بين التولز او الانترفيسز اللي بيشوفها التيم عن اللي بيشوفها المستخدم سواء كان الريسيرشر او كان الشخص العادي اللي داخل على الاكزبيشن تمام. فكل ده مش متشاف للعالم بره تمام. وعندنا هنا في سيستم كده في بي ان صغنن لان احنا قررنا ان احنا بدل ما كل الناس الحكومات العربيه الحمد لله بتعمل لنا سنسورشيب فقررنا ان احنا نعمل سنسورشيب للحكومات العربيه. فالتيم بتاعنا عشان يخش لازم يخش من في بي ان علشان احنا اللي عاملين لهم سنسورشيب. ففي عندنا نيكست كلاود ده مكان بيتخزن فيه ملفات باختصار شديد يعني. فده اللي بيتحط فيه كل الملفات اللي بتجيلنا سواء كانت هتتارشف او كانت حاجه مش من ضمن اهتماماتنا دلوقتي. وبعدين بعد كده بيتاخد منه على اوميكا ده اللي هو اللي انتوا شفتوا الفيديو بتاعه اللي هو فيه بقى التصنيف والميتا داتا والتاجز والسيرشز وكل الكلام ده هو في الدائره الحمراء دي تمام. وفي عندنا هنا اثنين انترنال سيستمز ده برنامج تشات حاجه شبه سلاك لو حد عارف سلاك حاجه زيه بس. وده فوك البورت ده حاجه عشان توزيع التاسكات داخليا. بس هي الفكره ان عندنا كل السيستمز ده كلها حاجات اوبن سورس بالكامل كلها حاجات سيلف هوستد على سيرفراتنا احنا اللي مأمنينها احنا اللي عاملينها مش معتمدين على اي حاجه تجاريه او مقفوله المصدر.
وعندنا هنا بقى المفروض اومي كده هيطلع موقعين، موقع منهم اللي انتوا شفتوه اللي هو بتاع الاركايف اللي هو بتقدر تخش وتسيرش فيه وتدور على حاجات معينه وما شابه، وفي عندنا موقع تاني بقى اللي هو اللي هيبقى الاكزيبيشنز، ده اللي هو اللي لسه بيتعمل، والمفروض في الاخر هيخش عليه الناس على الموقعين دول على حسب كل واحد وعلى حسب اهتماماته. بس ده السلطات دي، وهنا بقى في حاجات تانية بس مش مهم. في حد عنده اي سؤال في القصه دي؟ اكيد لا. بليز مجدي، سؤالي مثلا هنا النكست كلاود هو اللي متخزن عليه الصور وحاجات الارشيف صح؟ او لا؟ اوكي، بس في نص يعني اوميكا بيقدر يكلم نكست كلاود ويجيب منه داتا. اوكي طيب، هو مبدئيا نكست كلاود ده مكان بيتخزن فيه كل الملفات اللي بتجيلنا من غير تصفيه، من غير ما نشوف دي هيتعمل فيها حاجه ولا لا، من غير ميتا داتا، ممكن تبقى حاجات في الاخر عمرها ما هتلاقي مصيرها للارشيف، فده اي حاجه بتجيلنا بتتحط على هناك، فده الحته اللي فيها الحاجات غير منظمه بنسبه كبيره. تمام، اوميكا لما باجي اخد حاجه من نكست كلاود لاوميكا بتتنسخ جوه اوميكا، بحيث ان اللينك دي لو انت كسرتها النهارده معناها ان اوميكا مش هياخد حاجه جديده، انما الحاجات اللي فيه موجوده وكل المحتوى موجود فيه، فهو بياخد نسخ من هنا. اللينك اللي ما بينهم دي ان انا بقدر ان انا بدل ما اخد الحاجه وادخلها بايدي تاني مانيولي، لا هو بيروح يجيبها من نكست كلاود. ده باختصر اكتر زي داتا ليكس، زي داتا ليكس بالظبط، اصل هي بتبقى كده الداتا محطوطه في ثلاث اماكن في نفس الوقت صح، في نكست كلاود وفي اوسيكا وفي الويب سايت نفسه، لان هو اللي هيسيرش على الويب سايت نفسه هيبقى عنده الداتا اصلا نفسها كصور او كميتا داتا صح. طيب الويب سايت مربوط باوميكا، بيجيب الداتا من اوميكا بالاي بي ايز، ريستفول اي بي ايز، وفي فاير وولز في النص وفي سكيورتي سيستمز، بس هو في الاخر الداتا مكانها هنا، دي الداتا الاندكس كلها موجوده في اوميكا. نكست كلاود فيها الداتا ليك او يعني كميه الداتا الموجوده، ففي منها حاجات موجوده في اوميكا وحاجات لا، بس كل حاجه موجوده في اوميكا في نسخه منها في نكست كلاود بالضروره. I'm more interested على administrative side with financial side, like a team. How many people do you have and a timeline will cost because it looks like huge. I just want to know exactly. التكنيكال سستينابيليتي ولا الاودينس سستينابيليتي، ان الناس تفضل مهتمه بالمشروع ولا انه تكنيكلي ما يبقاش اوت اوف ديت او ينكسر او اي حاجه الثانيه؟ تكنيكلي يعني هو سمع تكنيكلي واداني المايك. طيب تكنيكلي سبيكينج، هي الحاجات دي يعني هي لازم السيستمز دي لازم في حد هيمنتنها. تمام، بس كل اللي انا بقدر اعمله النهارده ان المينتيننس بروسيدجر والحاجات دي كلها موجوده متوثقه وستاندردايزد بنسبه كبيره، فبحيث ان لو في اي حد تاني جه بدالي هيقدر ان هو يمنتين الكلام ده، الموضوع مش هيبقى اختراع ضخم. طبعا كون بقى ان هيبقى مين الشخص ده والفلوس اللي هتتصرف ازاي، ممكن نسال خالد القصه. طبعا هي كل السيستمز اللي موجوده هنا اوبن سورس، انا ما اعتقدش انه عندي مشاكل ضخمه في التكنيكال سستينابيليتي، انا يبقى بس عندي مشاكل، مش مشاكل، تحدي ان انا اضمن دايما انه السيرفيس مدفوعه، مع انه لسه قايل امثله انه في ناس، وبالتالي هتبقى السستينابيليتي الادمنستريتيف والفاينانشال والجوفرنس وايز. يعني المشروع دلوقتي هاوست في مكان اسمه العرب ريفورم انيشيتيف او مبادره الاصلاح العربي في باريس، هي الفيدوشيري وهي الوسيط ما بيننا وما بين المانحين الى اخره، لكن ده مش نوع المشروع اللي تعمله NGO ويكمل. انا شخصيا اعتقد انه 3-5 سنين، يعني بعد ما يطلع البيتا فيرجن من اول 2 ويب سايت، لازم نبدا نفكر في المكان اللي هيعيش فيه الارشيف ده. مكان يعيش فيه الارشيف ده يعني مؤسسه اكاديميه في الاغلب. الارشيفات اللي من النوع ده موجوده مثلا، يعني الناس اللي اتكلمت معاهم لغايه دلوقتي سواء الانترناشنال انستيتيوت اوف سوشيال هيستوري
اللي هو المعهد الدولي للتاريخ الاجتماعي ده في امستردام، ودول عندهم اركايفز اوريدي، هم دي هوست اركايفز، يعني عندهم اركايف الحركه العماليه مثلا في شرق اوروبا، عندهم اركايف من روسيا. واتكلمت مع جامعه كولومبيا اللي عندهم ايضا اركايف عن حقوق الانسان، وفي بيركلي عندهم اركايفز اعتقد عن اكتر عن الرواندا. بس ده بريليمينري قوي، يعني انا هحتاج اتكلم مع الناس دول كمان سنتين لما يكون عندي حاجه، ونبدا نتكلم في تفاصيل ازاي ده يبقى هاوست هناك. بالنسبه للتكاليف، تكاليف المينتنس في رايي يبقى في جزء منها بسيط قوي، اللي هو تكاليف يعني دفع السيرفرز والحاجات دي اللي ممكن تتعمل عن طريق تراست فاند ويفضل موجود على طول، مش دي قصه يعني. هو الحقيقه هتبقى التكاليف الاساسيه في البدايه، ده is a funded project يعني we're about 60-70% 60-70% funded لغاية دلوقتي. هتبقى القضية الرئيسية بعد كده، انه لما يعدي المرحلة بتاعة ان احنا عملنا اول ارشيف واول مخزن، انه طرق الجمع والفيتنج هتتغير. يعني انا I envision، انا بحلم انه هيبقى فيه مثلا crowd sourcing ضخم جدا قايم على vetting system، جزء منها automated انه في حاجه تترمي قبل ما تروح على اي بني ادم يبص عليها، يعني لان هي شكلها مضروب او واضح ان هي فوتوشوب بلا بلا بلا، والحاجات التانية هتروح على هيومن ريفيورز وممكن تخش، او انه يبقى في معارض بيقترح ناس يعملوها، عايزين نعمل معرض عن كذا وكذا وكذا، فالناس تعملها. السستينابيليتي هتبقى التحدي الرئيسي بتاعها مش الفلوس، هيبقى التحدي الرئيسي بتاعها ان هو يبقى engaging ولسه الناس بتروح يعني وبتيجي معاه وبتحط فيه مادة. تفضل. عندي سؤال فيما يتعلق بجمع الداتا، هل هيبقى التيم بتاعكم هو اللي بيجمع الداتا، ولا هيبقى ينفع الناس تزودكم بالداتا؟ انا كان في حد سأل على الفريق. الفريق دلوقتي تقريبا 7-9-11، احنا 12-11، ومفروض على الربيع الجاي نبقى 15. ده الفريق اللي شغال على المشروع. الكراود سورسنج او انك انت تطلب من الناس يبعتوا لك داتا، انا اعتقد ده هيبقى في مرحله لاحقه. لازم الاول يبقى فيه عندي نظام مستقر شويه وستيبل، وده لسه انا مش حاسه قوي، وكمان عندي ماده كتيره قوي. في احد المشاكل طبعا ان بيجي حد صديقك بيحبك يقول لك انا عندي 2 هارد ديسك عليهم 10 تيرا بايت فيديوهات، دي مش هديه، دي ماساه، لان هم 10 تيرا بايت فيديوهات موست لايكلي 90% منهم من غير ميتا داتا، وانت يعني ونصهم متكرر وربعهم ما عندكش حق الملكيه الفكريه انك تعرضه. ف يعني فانا دلوقتي بحاول اطلع من تحت اللي نزل عليا ده كله، لكن الكراود سورسنج هيبقى اكيد في مرحله لاحقه. بس عندي سؤال بخصوص نفس ال اوكي. حاجه زي ويكيبيديا يعني اتسمع يعني اليوزر يعني هو اللي بيحط المعلومات، حاولت ان اغلب معلوماتها مش موثوقه وبتحتاج يعني التوثيق بيبقى عمليه مشكوك فيها كلها. هل لو بعد ما تفتحوا ده هيبقى في اليه تقدروا توثقوا بيها المعلومات، ولا مجرد ان انت تصلحها؟ اولا هتبقى محتاج نعمل مناقشات، يعني احنا كل حاجه عملناها هنا قعدنا نتناقش فيها شهرين ثلاثه. يعني جزء الويكيبيديا، يعني مثلا احنا فكرنا احد المناقشات اللي عملناها انه هيبقى في تيرد سيستم، يعني نظام حاجات بنقول انه ده فيتد وعليه علامه خضراء، ده انا واقف وراه، حاجه عليها مثلا علامه صفراء ده لسه ان ذا فيتنج بروسيس، حاجه عليها علامه حمراء ده ادميسبل اون ذا فيس اوف ات، يعني شكله كده ينفع بس ما عملناش عليه اي فيتنج. ده احد الاقتراحات، مش عارف، بس لازم يتعمل سيستم بحيث ان انا ما اقدرش، يعني انا هفضل ماسك الحنفيه ولا مؤاخذه. او طبعا ده هيبقى عامل زي اللي قالوا اكتر من ناس في السوشيال ميديا بلاتفورمز، انه انا مين؟ طيب اشمعنى انا اللي امسك الحنفيه مش انت؟ يعني اللي بدانا نعمله دلوقتي بشكل لا رسمي، ان انا مثلا من اول ما بدا المشروع عندنا مجموعه استشاريه فيها 6 اشخاص، انا مش قادر اقول اساميهم يعني، بس كلهم عباره عن اساتذه جامعات او اخصائيين او صحفيين او تيكيز، كلهم اشتغلوا في الاركايفنج او التاريخ او الانثروبولوجي، فكلهم اشتغلوا جامد قوي في القضايا الاخلاقيه، في القضايا المتعلقه بدقه المعلومات.
الى اخره. ولكن بعد كده لازم يكون في سيستمز وبوليسيز. ولما بقول انه المكان ده كمان يروح جامعه او مكان اكاديمي مش بس علشان نضمن انه يفضل موجود، عشان نضمن انه يفضل طول الوقت كونتيستد وتشالنجد، انه ايه اللي انتوا عملتوه ده، طب لما فين ده، طب انت عامل الفيلم ده كله ما فيش حد خالص من البدو مثلا او من الصعيد، وما فين الاخوان في المشروع الى اخره يعني. سنة الله يبارك فيك سلفن. التحديات هي دافع لاستمرار الشغل وليست معيق على الإطلاق، والتحديات بتنحل بالشغل حقيقة. إذا بتحطها كلها سوا قدامك ما بتشتغل شيء، إنما بتشوف أنت وعم تشتغل وعم بتراكم واحدة ورا الثانية بيروحوا. وأنا برأيي بتعيش سنين طويلة، يعني إحنا راح يصلنا تقريبا 10 سنين السنة الجاية. وعملنا موديل تقريبا كتير بيشبه. وسؤالي لألك، قديش أنت شفت مبادرات بالوطن العربي، قديش هالشي هو كان إنسبايرينج لألك، وقديش بنفس الوقت حسيت أنه لا بدك تعمل شيء مختلف، ووين الشيء المختلف؟ بمصر في مبادرات طلعت يمكن وقفت، بس أيضا بالعالم العربي في كمية لبأس فيها. ويعني في الواحد ينبسط بإنجازها. قديش هالشي ساعدك أنك تفكر بمشروع جديد؟ بدون ما أكرر نفسي، يعني شو اللي حسيته الشيء الانبوت الجديد اللي أنت حابب تقدمه؟ شكرا سنة. انت نفسك كان ليكي دور، لانه بعد 9 شهور من نستعمل السيستم ده ولا ده، طب نجيب منين، طب نبدا ازاي، ولما كلمتك وقلتي لي ابداوا نقطه، يعني ابداوا وبعدين، يعني هي حاجه كده عامله زي عمليه دايلكتيك، يعني بتبداي وبتغلطي بتغيري السيستم يعني. فاحنا اول حاجه عملناها قبل ما نبدا اي حاجه، عملنا حاجتين. عملنا الجدول الزمني بتاع الاحداث عشان بعدين نتصور لمدى هول المهمه يعني، وعملنا مسح لكل المشاريع المشابهة في العالم العربي ولحوالي 7-8 مشاريع برا العالم العربي. ولما بقول مسح مش ديسك ريسيرش، أنا كلمت 33 مشروع واحد أنا وزملائي يعني، وخدنا منهم معلومات بيشتغلوا بأي سيستمز وليه وإزاي، وعجبنا بعض منهم وبعض منهم ما عجبناش. الشغل الفلسطيني تقريباً كان من أحسن الشغل القديم اللي في المنطقة المؤسسي، يعني المتحف الفلسطيني عامل شغل هايل، خزائن فيها شغل هايل، في شغل مرعب. القاسم المشترك الأعظم ما بين معظمهم مش كلهم هو أنه شغل مرعب، بس لما كنت بكلمهم يعني مش متشاف، يعني ما فيش ناس كتير بتروح وما فيش engagement بينه وبين الناس، في حالة استاتيك يعني فده كان اول ملاحظه اللي انا بفكر انه في المستقبل لازم نتفادى ده. اتعلمنا كتير كمان، اتعلمنا كتير في التكنيكاليتيز، بس الحقيقه مش في البوليسيز بتاعت الفيتنج. يعني انا ساعات بحس ان انا ماشي في الصحراء، يعني اللي هو تاخدي ايه وما تاخديش ايه وتعملي ازاي فيتنج من اول التولز، يعني ايه التولز اللي عندك اللي بتقدري تعرفي بيها اذا كان ده منافيدي ولا لا، لغايه التولز بتاعت الانترنت سكريبنج في خصوصا في السوشيال ميديا بلاتفورمز. مش كتير عملوا ده الحقيقه يعني. لكن طبعا في مصر على الاقل 13 مشروع محترمين ومهمين، في العالم العربي 13 تانيين، وفي 6-7 في العالم اي حد عايز يشتغل في الارشيف لازم يشوفهم يعني، لانه غير كده مش هيكون يعني هيبدا فروم سكراتش من غير ما يحتاج. انا عندي سؤالين. السؤال الاول، هل المشروع مستهدف يعني ارشفت كل الحراك الشعبي اللي حصل في مصر من بعد الثورة، ولا في مواضيع معينة بس هيبقى المشروع مركز عليها؟ السؤال التاني، احنا ازاي هنحمي المشروع من الحجب؟ يعني لانه احنا بقى عندنا في مصر مشاكل ضخمة جدا في موضوع حجب المواقع، فلو احنا كمان ناس مهتمة طول الوقت بالأرشفة وتحجب لا قدر الله يعني المشروع لما يجي ينطلق هنعمل ايه؟ بس ده السؤال. والسؤال الاولاني كان اصعب سؤال، اللي هو ناخد ايه وما ناخدش ايه، ده يخش ولا ما يخشش وكده. وما اعتقدش ان احنا عندنا اجابة نهائية يعني. في طبعا اول اجابة بتجيلك لوحدك عشان كده انك تبدأ الشغل مهم، اللي هو ايه اللي موجود،
يعني لا مش كتير، يعني مش كتير الحقيقة. لا ايه اللي موجود يعني مثلا ايه اللي موجود؟ تاني حاجة انك انا قلت لك عملت اول حاجة جدول زمني، انا عارف وبعد ما اختبرت ده مع 40 شخص من مشارب مختلفة تماما ايه اهم الاحداث، الاحداث ها الوقائع اللي انا حصلت في العشر سنين دول، فانا عايز كل حدث من دول يكون وراه مادة، وراه وثائق وقائع، حاجات من النوع ده. تاني حاجة غير انه انا الجدول الزمني بيحدد لي البحث ان في بحث قصدي، مثلا انا عايز كل حاجة عن الالترس، فانا داخل ادور بس على الالترس، عايز اغانيهم، عايز الابحاث اللي اتعملت عنهم، عايز المقابلات اللي اتعملت مع ناس منهم، عايز ملف القضية بالكامل اللي اتعمل لهم، الخ الخ، عايز كل حاجة عن لجان تقصي الحقائق، قلتها مش موجود بس انا عايزها كلها. ففي حاجات قصدية انت داخلة تعمليها، في حاجات متعلقة بوقائع الجدول الزمني، في حاجات بتقع في حجلك بقى، يعني حد يعرف انك شغالة في المشروع فيقول لك انا عندي كذا يعني. لكن القضية انك دي ده اهم سؤال. السؤال التاني كان ايه؟ لا ده بتاع ربنا بقى يعني. يعني في بي ان. طب يتحدث في هذا اخونا احمد وبعدين لبنى بقى. الحاج بقى هنعمل ايه؟ العمل عمل ربنا. احنا عندنا اولا في نوعين من المواقع، اللي هو الارشيف وفي اللي هي الاكسبيشنز. تمام، الارشيف دي المفروض اللي داخل عليها يا صحفي يا ريسيرشر من الاخر حد بيعرف يستعمل في بي ان، فده تمام، ده ربنا معايا. جميل. بالنسبه للاكسبيشنز يعني المواطن العادي اللي هو محامي مثلا مش فاهم في البي بي ان يعمل ايه، يعني تمام، يعني هنعلمه ازاي ينزل في بي ان. تمام، ما القصد ان ده ريسيرشر وواحد داخل وعنده استعداد انه يبذل مجهود علشان يوصل لنا، مش مجرد واحد بيتفرج وهو معدي. فده انا بتوقع منه ان هو هيقدر يتجاوز الحجب بصوره ما، خصوصا ان في اساليب كتير سهل الوصول ليها النهارده. بالنسبه بقى للاكسبيشن، الفكره في الاكسبيشن ان هو مش هيبقى موقع واحد، هيبقى مواقع متعدده، ونقدر ان احنا نلعب بان احنا نعمل للموقع الواحد كذا عنوان، خصوصا ان تقنيه الحجب اللي في مصر حاليا بتحجب على العنوان مش على المحتوى بتاع الموقع. فهنقدر نلعب الجيمز دي. هل احنا لما نلعب الجيمز دي هنكسب 100%؟ اكيد لا، هنتحجب في اوقات، في حاجات هتقع، لكن في العموم الماده بالكامل هتكون متاحه بصوره ما، ممكن في ايام وايام لا، لكن هي لعبه قط وفار بالاكتر. واحنا نقدر ان احنا نعمل اوتوميتد سيستمز تزهقهم من لعبه القط والفار دي. يعني انا ممكن ان انا ارمي 5000 دومين في يوم واحد عادي، ممكن اعمل حاجه زي كده يعني، على ما يعرفوهم غالبا هيبقى اللي اتفرج اتفرج، فخلاص بقى يخلص 5000 دول اجيب له 5000 غيرهم. فتمام، فهتبقى لعبه قط وفار بالاصح زي ما هي دلوقتي. يعني انا هتحرك من اخر حاجه انت قلتها يا خالد، انتوا يعني بناء على محاولات محدوده بشكل ما لمحاوله ارشفه قبل كده، كان في تحدي دائم هو رغبه الناس في بناء ارشيف شخصي ما يبقاش متاح للعامه، والتعامل مع الارشيف كثروه يعني ممكن تدر اشكال من الربح او الناس تعملها مشاريع شخصيه في المستقبل، او تعتبر ارشيف عائلي او حاجات كده. يعني هل هتدخلوا ارشيفات شخصيه في الارشيف عندكم؟ والحاجة المرتبطة بيها حقوق الملكية بتاعة الكونتنت هتبقى عاملة ازاي؟ وايه شكل الاتفاق اللي بيسمح اللي بيحمس الناس يشاركوا المادة بتاعتهم وما يتعاملوش معاها كأرشيفات شخصية؟ الحاجة التانية هو يعني وانت بتتكلم، واحنا بنتكلم عن نموذج مصر اللي انا فاهم ان هو البايلوت يعني بداية، هنتعامل ازاي مع ان في فترات مكثفة التوثيق بشدة لان في حرية عالية جدا في حاجات كتير، وفترات يعني ما فيش غير أصوات محدودة وهي أصوات صحفية ومادة تانية أغلب الوقت وكل المشاكل المحيط بالفترة دي يعني. أعتقد من السؤال الأخير إن هو لازم يبقى living archive، يعني يبقى أرشيف حي، بمعنى صحيح يعني أنت دلوقتي إحنا عندنا لما تيجي تبصي visually كده على التايم لاين الجدول الزمني هتلاقي حتت ما فيش مكان من كتر الأحداث، وحتة تانية تقولي هي مصر قفلت في 2018-2019 يعني أكيد في حاجة كانت بتحصل يعني. طبعا واحد انك ممكن تقري بالحقيقة ان الأحداث العامة الاجتماعية اللي تشمل فعل عام من أجل التغيير اللي هو هدف الأرشيف ده، كان فيه فترات فيها زخم وفترات ما فيهاش زخم بس كان فيها أحداث.
انا اعتقد انه علشان كده قلت من الاول انه هو هيبقى ارشيف حي، انه بعد ما يبدا اهم حاجه انه الناس تو انفست تستثمر فيه، تحس انه بتاعها. من اول الناس اللي عندها مجموعات خاصه ويبقى عندها دافع انه انا عندي مجموعه خاصه، بس انا عامل المجموعه الخاصه دي ليه؟ علشان احفادي ولا علشان بعد كده اوريها للناس ولا عشان استعملها انا شخصيا واعمل منها فلوس؟ هل لما الاقي ان الموقع ده بيجي له مثلا 100,000 واحد في الشهر بيتفرجوا عليه وانا عايز اخلي الناريتيف او سرديه الموقع ده عن اللي حصل في كفر الشيخ يجيب اللي انا شفته انا وعيلتي، ده انا مصور 1000 صوره في كفر الشيخ محدش تاني صورهم، ربما ده يكون دافع. انا ما بفكرش خالص اني هشتري مجموعات خاصه، هدفع فلوس لكن مش مستبعد الفكره تماما، وخصوصا يعني لو ده السبيل الوحيد وان المجموعه فيتد وان بينطبق عليها معايير احتياجي اللي هي موجوده على الجدول الزمني بتاعي، او على احداث ان حد يقول لي تعرف يا اخي انتم مش واخدين بالكم خالص انه اسوان في 2019 كان بيحصل فيها كذا 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 بين القبائل وانا عندي توثيق كامل، فبكده يقدر يخش حاجه ثانيه على الحدث. المهم لو المجموعه الخاصه دي بتستوفي معيار معين اللي هي المعايير بتاعتي في الجمع يعني وفيتد وكريديبل يعني، نتكلم بقى مع الشخص. كل الوثائق اللي عندي والاورال هيستوري باستثناءات هتبقى متاحه تحت كرييتيف كومنز، يعني هتاحها للناس كلها ومش هبيع يعني، بس دي هتفتح باب بقى الاي بي ار، يعني هتفتح باب حقوق الملكيه الفكريه، لانه في اجزاء ضخمه من الحاجات دي انا لغايه دلوقتي باخد ماده بس من اصحابها، بس في مرحلة ما من المراحل هيبقى عندك مثلا كليبينج من مقابلة مهمة جدا حصلت مع سياسي مهم أو أم أول شهيد أو whatever يعني، كانت موجودة على برنامج حواري في قناة ما 15 دقيقة، مش بتاعتك بمقتضى قوانين الملكية الفكرية. في حاجات من دي ممكن تخش فيها في اتفاقات، وخصوصا لو دي مش قنوات بقت خاصة أو الدولة بتملكها أو المخابرات بتملكها إلخ إلخ، وفي حاجات ما عنديش لسه حلول ليها. انا دلوقتي في مرحله انه انا بجمع بدون اي مبالاه بالملكيه الفكريه، الملكيه الفكريه هتاثر على النشر مش على الجمع. عشان اتكلمت قبل كده يعني احنا شغالين على مشروع مشابه بشكل ما، فعندي سؤالين. احنا بنأرشف ما يخص اللاجئين والمهاجرين في مسارات الهجرة، سواء المنشور وغير المنشور. فاحنا بقالنا سنة ونص بنرسم، ابتدينا بان احنا نرسم خريطة تفاعلية عن حاجة محددة مخصصة للاجئين في مش اللاجئين، people on move، الناس اللي في حالة حركة طول الوقت. وابتدينا ان احنا عايزين بس نحدد مناطق الخطر، ان المنطقة دي ممكن يحصل لك فيها خطر، والخطر ده ممكن يكون اعتقال تعسفي بسبب القوانين، او مشهور في المنطقة دي ان في ناس بيتجروا بالبشر، او تحذيرات معينة بكل منطقة. وبعدين الموضوع وسع معانا، فانا عندي سؤالين. السؤال الاول مرتبط بالمحددات، لان احنا بقالنا سنة ونص بقى عندنا كم ضخم من المعلومات، كم ضخم من التقارير، بعضها منشور بعضها غير منشور، بعضها زي ما حضرتك قلت بيوصلنا اللي هو حد مثلا كان معدي الحدود من مكان ما وعنده فيديوهات او خط تجربة معينة او عنده شهادة شخصية معينة فبيبتدي يبعتها. فطول الوقت ده بيخلي عندنا معلومات زيادة، معلومات كتير محتاجة تنقية، وأسئلة كتير عن المحددات، محدد إيه اللي هيتنشر وإيه اللي مش هيتنشر، محدد المعلومات اللي مذكورة دي مرتبطة بإيه، ومحدد إن ده بيفتح سكك تانية فيخلينا نفكر في أسئلة تانية. فده مخلي إن إحنا دلوقتي عندنا خريطتين جاهزين وخايفين ننشرهم، لأن إحنا مش متأكدين من المحددات ومش عارفين أسئلة المحددات هتنتهي معنا إمتى. السؤال التاني مرتبط بأخلاقية العرض. هل لو أنا عندي ريبورت عن انتهاك معين في فترة زمنية معينة في مكان معين، أو عن حدث معين، أو عن مجموعات مقاومة من اللاجئين، أو مجموعات من اللاجئين نظموا نفسهم في مكان ما وقاموا بفعل ما، وعندي تقرير عن ده، هل التقرير يتنشر كده لوحده ولا لازم أشرح السياق للي بيقرأ،
وابتدي ان انا منشرش الحاجه دي لوحدها، لا يبقى ما ابتدي ابحث حوالين الموضوع بحيث يبقى موضوع متكامل للباحث اللي بيدور، ان هو ما ياخدش ده مجتزأ من سياقه التاريخي او سياقه الموضوعي في الحدث اللي التقرير بيتكلم عنه. محتاجين ان احنا ناخد درينك سوا، الموضوع ده يطول شوي. يعني انا واحد اكبر مني لما كنت انا اصغر من نفسي دلوقتي كان بيقول لي يعني انه اسوأ اعداء نفسهم هم البرفكشنست. فانت لو هتسأل كل الاسئله وعندك اجابات صالحه لكل حاجه، اولا مش هتخلص قبل 10 سنين. فاول حاجه فانا دايما اعتقادي انه ده قرار فني مش قرار علمي، لو احساسك انه هنبدا دلوقتي من غير طبعا ما تضر حد، في 100 فاكتور تحت ده. تاني حاجه، مشروعك اهم من مشروعي، لان مشروعك في الاني، انا مشروعي للمستقبل، انا عايز لما يجي طالب دكتوراه في 2040 يلاقي حاجه يشتغل عليها. عايز لما واحد صحفي عايز يكتب حاجه عن التحرش الجنسي في مصر في اول الالفيه يلاقي حاجه يشتغل عليها، وقائع يعمل تحليله هو بقى وتحليلها يعني. لكن انت بتعمل حاجات علشان لو في واحد مزنوق في الغابه ما بين بولندا والمجر يعدي منين؟ لا، وعشان ماشي، وعشان الباحثين. بس انت اللي بتقوله قلته لي ده، انا فهمت منه انه ممكن يكون، وكمان التجارب، انه في لاجئ محبوس في مخيم في اليونان يعرف انه اكشلي في 3 تليفونات لمحاميين ممكن يلاقيهم. التجارب الاخرى، انت عندك عده تحديات. واحد، ان الماده بتاعتك هتبقى ديتد بسرعه، يعني كل شويه الطرق بتتغير. تاني حاجه، ان انت القانون هيطردك في نص البلاد دي، لان انت اللي بتعمله الحقيقه الليجل من وجهه نظرهم، صح؟ انت بتنشر بتقول له ازاي تقدر تتفادى حرس الحدود ما بين الدوله دي والدوله دي. فانت لازم تفكر يعني. انا شفت الحاجات دي، شفت منها حاجات عظيمه بس كلها واتساب جروبس. يعني انا كنت على واتساب جروب لاسباب بحثيه يعني، بمعرفه الناس اللي فيها، اللي كانوا بيتابعوا الناس واحد بواحد ومين اللي تاه في الغابه على الحدود في المجر وكده، وتروح منين، ولازم يكون معك فلوس قد ايه، وتعينها فين، وتدي كام لحرس الحدود. ده طبعا اللي هو المندين المباشر قوي يعني، ما اعتقدش ده اللي انت عايز تعمله بالضروره يعني. بس في الاخر انت مشروعك هيبقى فيه مشاكل ليجل لازم تبص عليها، يعني هتبقى فيه مشاكل ليجل مهمه. انا رايي انك تبدا بس في الاخر يعني، الاسئله اللي لو وصلت لمرحله معينه حسيت انك جاوبت على نص الاسئله ده كفايه قوي انك تبدا، وتبدا ببيتا فيرجن وحاجه ممكن تتعدل طول الوقت. الحاجات اللي ممكن تضر حد او ما تضرش حد، ما انت كمان لازم هتعمل اكتر من بوليسي يعني اكتر من بوليسي واضحه للماده اللي ممكن تنشرها والماده اللي مش ممكن تنشرها، والفيتنج، وازاي تتاكد من انه في يعني. مثلا انا فكرت مره ان هيكون عندي اضافه لكل السيرفرز اللي احمد ورهنا يعني، انه ممكن يكون في سيرفر بس مفتوح للريسيرشز بس على الماده نص المؤكده. انا عارف ان دول ناس باسوردد، مش اي حد هيخش عليها، ناس مثلا باحثين على شؤون الهجره. فانا كل الماده اللي عندي اللي شكلها افي نص نص، بس انا مش قادر اخد قرار دي زباله وهرميها ولا كويسه واحطها، هحطها في البرميل ده. فيجي الباحثين ممكن يبص عليها. في حلول تقنيه في السكه يعني، بس فعلا ممكن نتكلم اكتر يعني، عشان انا مش فاهم بالظبط المشروع لما قلت لي هو مش بالظبط عشان يساعد الناس اللي في حاله لجوء. انا عارف انت واقف لي عشان نقفل. اتفضل، ايه السؤال؟ انا عندي مثلا 2 بلاتفورمز، عندي مشروعين. ها، في الارشيف مش هوضح السياق، انا بوضح السياق بشكل ضمني، اختياري ان انا هاخد الصور دي مش الصور دي، ده اختيار بيحدد السياق وبيحدد السرديه. لكن بجد وجد بشكل مباشر هيبقى في المتحف في الاكزيبيشن. فانت عايز تلم ماده يستعملها ناس وهم اللي يحددوا السياق ويبنوه بناء على مصادر تانية، ما انت مش ربنا يعني انت مش المصدر الوحيد، مفروض ان اي باحث جيد هيبص على مصادر تانية. ده حاجة. بس عايز تعمل سياق لازم انت بقى تعمل قصة يعني، هتاخد بعض المواد دي وهتجيب مثلا صحفي يكتب لك ستوري 1500 كلمة يقول لك غابات المجر على سبيل المثال يعني، او لماذا تغير اليونانيون في التعامل مع المهاجرين، فيعمل لك فيديو 10 دقائق. ده اللي بيعمل السياق. لكن المادة اللي انت بتلمها، الخرائط، الشهادات، مش ده السياق، ده المتن. انا رايي انه ديفرنت بلاتفورمز علشان ما تحاولش تاثر على ريسيرشز يعني، انك تدي السرديه بتاعتك. طب سؤال اخير قبل ما يتشد من الميكروفون، بعدنا وقت بقى عظيم جدا. يمكن احمد،
بالنسبة للمسؤولية القانونية في الشهادات الشفهية، هل عندكم تصور ازاي تتعاملوا معها؟ يعني لو واحد جه ساب شهادة قال انا شفت خالد بيحرق عربية في احداث كذا، او ضرب واحد ضرب عسكري عوره، او العكس، يعني هل في تصور للتعامل مع المسؤولية القانونية الخاصة باعتبار ان انت جهة النشر، فانت المسؤول قانونا عن النشر بتاع المادة؟ وأول حاجة فكرنا فيها ولغاية دلوقتي، وأنا أعتقد الزملاء المسؤولين عن القسم الشفاهي بيخلصوا بوليسي بالكامل. خلي بالك أنا ناوي أنشر الصيف الجاي، فمش حاسس أن أنا على يعني مستعلى نار ومستعجل قوي، حاسس أن أنا مستعجل قوي ألم مادة. بس أول حاجة كلمنا فيها يمكن كان من شهر، اللي هو مسؤوليتنا عن أسماء الأطراف الثالثة المذكورة، اللي هي زي ما أنت قلت كده، أنا شفت فلان. طبعا لو هو طلع وقال أنا حرقت، هو حر، أنا حرقت اسم، يعني هو بيقول عن نفسه كده يعني، ولو اني دي برضو عملنا فيها حوار يعني. لكن بالنسبة للأشخاص الثالثة، احنا لغاية دلوقتي ملنا في اي حاجة، واحنا يبقى عندنا مستشار قانوني، يعني انه اي حاجة قد تكون لسه مجرمة ومعداش عليها statute of limitation، اللي مش فاكر بالعربي يعني ايه، هنعمل لها، هنجهل او هنعمل، هنشوش على 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 الاسم يعني. بس دي نقطه من نقط كتيره قوي متعلقه بال، لانه ممكن ما يكونش بيتم حد بجريمه، بس بيقول لك ده كان ابن كلب خاين دخلك في سب وقصف مثلا على سبيل المثال، لان انت في القانون حسب بقى كمان القانون. انا السيرفرز بتوعي في مكان ما في اوروبا، المؤسسه اللي ماسكه المشروع في فرنسا في ماده كتير من مصر، فكمان حسب الجوريزديكشن في السب وقصف بتغير من بلد للتانيه يعني. فبس دي اعتبارات كلها بنفكر فيها، بس ما وصلناش لحل حقيقه. وخلال عمليه الجمع والرشد، هل في فاكت تشيكينج، في فيتنج على حاجات تتعلق يعني مثلا بالصور؟ ما انت في كمان، انا مش بجيب حاجات ان سورسد، انا لسه لغايه دلوقتي ما بعملش كراود سورسنج. انا لغايه دلوقتي بجيب حاجات من لبنى، من سنة، من خالد، ففي حاجات مصدر ثقه، وكمان اسمه هيبقى عليها يعني. يعني انا هعمل حاجات في جزء منها هعمل، انا مش عايز ارجع للبنى، انا عايز اتاكد انه فعلا ده كويس يعني، مش قضيه المسؤوليه القانونيه يعني، بس قضيه الفيراسيتي يعني، انه ده فعلا ماده حقيقيه. اولا في تكنيكس انك تعرف اذا كان الماده، خصوصا اذا كانت فيديو او فوتوز يعني، تم التلاعب فيها ولا لا. وحسب المصادر يعني، حسب المصادر، الشخص اللي جايب لك المصدر او المصدر اللي انت تاخد منه يعني. انت عندك صور جرافيتي بيقول لك من 2014، وانت عندك كل الصور من 2012، والصوره دي من نفس كده في 2014، فاكيد في اشكاليه يعني. يعني يمكن دي التاريخ عليها غلط، يمكن الصوره نفسها غلط الى اخره. ففي فيتنج سيستمز، في فيتنج سيستم. بس في الاخر انا حتى لو ما عليش مسؤوليه قانونيه، انا باخد المسؤوليه القانونيه دي بجديه يعني. تمام، اي ثينك كده كفايه، لان اليوم كان طويل ودي اخر سيشن. بس شكرا جزيلا ليكم ولكل اقتراحاتكم. ها شكرا، يعطيك العافيه.